إذا كانت كل كما تقول، إذا كانت كل الأدوات متاحة الآن، أمريكا تدعم أو ستدعم أوكرانيا بF-16 طائرات هجومية. نتكلم عن أن بريطانيا وفرنسا دعموا بالفعل أو دعموا أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى تصل إلى موسكو، ولكن كل ذلك تحت بند أو تحت إشارة أنه لا يمكن أن يستخدم أو تستهدف الأراضي الروسية بهذه الأسلحة. إذا ما ذهبنا إلى ما تقول عنه الآن، إلى أن كل الأدوات متاحة، هل من الممكن أن تستخدم F-16 في ضرب موسكو أو الداخل الروسي؟ بالفعل إذا نجحت عمليات بخمود الروسية وانتشرت من خلالها القوات الروسية لمدن أخرى في الدنباس ودونيستسك واحتلال هذا الشرق كاملا، ومن ثم الذهاب إلى معركة كييف وعلى مناطق كييف أماكن مهمة جدا، أربيش وتاش أس. اليوم صباحا قالت القوات الأوكرانية أنها أحبطت هجوما على كييف. بالفعل هذا ما تودي إليه القوات الروسية، وخصوصا في فحوى الانتصار والانتصار المبالغ فيه، رغم من وجهة نظري أن انتصار بخمت لم يكن انتصار جيد للقوات الروسية. كيف هو انتصار في حرب أودت ب70,000 وكادت تنهي على قوات فاغنر، وأيضا حرب استمرت 9 شهور مع جيش ليس بالقوي أو يمتلك القوى التي يمتلكها الروس أو المعدات العسكرية. هذا ليس بنصر، بل كان مجرد عملية بروباجندا للقوات الروسية أنها انتصرت حتى تعيد الثقة المعنوية والسياسية والعسكرية إلى الداخل الروسي قبل الخارج، وهي محطات المعارك القائمة في شرق أوكرانيا. إذن متى ستتم استخدام الرؤوس بعيدة المدى؟ عندما تقترب روسيا من كييف، وبالفعل ستكون محطة انذار العالم أن روسيا استولت على كييف. إذن ستكون هناك ضربات موجعة إلى موسكو، وخصوصا أن الطائرات المسيرة وصلت إلى الكريملين، وهذه سابقة الأولى في تاريخ روسيا أن طائرات مسيرة تذهب إلى محط وجود الرئيس الروسي بوتين، مما يدل على أن روسيا مخترقة من الداخل، سواء مخابراتيا أو عسكريا أو حتى أنظمة الدفاع الجوي. كيف للطائرة مسيرة تدخل إلى داخل الكريملين؟ إذن ستتجدد المعارك على أشدها بعد هذه المعركة، وخصوصا أن هيرسي تشيفيس اللي هو المتحدث الرسمي الخاص بأوكرانيا قال أن باخموت ليس من السهولة التنازل عنها، وإنما ستكون فخ كبير روسيا، وخصوصا أن تم تحويط باخموت من الجهة الشمالية الغربية والغربية والغربية الجنوبية، وكان من خلال الشهور الماضية إعلان من أوكرانيا بأنها تستعد إلى هجمات خاطفة داخل روسيا وداخل القرم، خصوصا حتى تعيد وتعرف روسيا من تقاتل، وخصوصا مع الإمدادات الأوروبية إلى أوكرانيا.